مرحبا هشامو. اهلين وسهلا استاذ رشاد. وشك ولا طول الامر؟ لا وشي يا سيدي. تفضل تفضل سري. صدقني صدقني مشتاق لك من جوات قلبي. وينك يا رجل؟ قطعت اخبارك عنا بفرض قطعه، يعني من بعد ما اشتريت الموبايل من عندي ما عاد شفت وشك منهم. ولو يا هشام، ما لي غنى عنك ابدا، بس يا اخي الحياه صايره دار له وما عم نفضل نحك راسنا. يا سيدي الله يعطيك العافيه. وكيف لحتى خطرنا على بالك اليوم؟ ولو انت بالبال دائما يا هشام. اصبح حماتك بتحبك. تفضل وهي القهوه جاهزه. يسلم وديات يا رب. طمني شلونه موبايلك؟ منيح ببوس ايدك. ناوي تبدله شيء؟ وليش لحتى بدله؟ ما بعرف، بس هيك الموضه هالايام. الله وكيلك الناس عامله الموبايلات شغلتها وعملتها. صدقني في عندي زباين ببدل الموبايل تبعهم كل اسبوعين مره. لا عمي، انا ما بدي غير ولا بدي بدل، رضيان بموبايلي ومو ناوي اشتري غيره. بس اللي بدي اياه هلا جهاز تاني للمدام. ليش؟ اخذت لها خطه المدام؟ لك اخي شو بدي ساوي؟ بخشت اداني وهي تنق فوق راسي، هيك لحتى اشتريت لها خط. ايه الله سيدي، شو عليه؟ مو غلط. على القليله ما بتعودوا تضيعوا عن بعضكم. وانت صادق، هي ما بتعود تضيعني. ايه سيدي، وشو بدك نوع الجهاز؟ غالي ولا رخيص؟ يعني لا هيك ولا هيك، المهم يكون موديل ناعم وستاتي. ولا يهمك، فهمت عليك. شو رأيك تاخذ موديل الكيتكات؟ ما بدك كيتكات، بدك موديل أحدث منه. طيب شو رأيك بموبايل فاتن حمامة؟ ليش صار في موديل اسمه فاتن حمامة؟ لا هو مو اسمه فاتن حمامة، بس هذا الموبايل اللي حملته فاتن حمامة بمسلسلة الآخراني. فصارت الناس تسميه موبايل فاتن حمامة. أيوة. وفي عندي كمان موبايل كاظم السائر تبع كلك على بعضك حلو كمان. إيه لك يا حبيبي. طيب شوف لي الموديل. شوف شوف لي مالعم. هذا اسمه الشبح، في مواصفات ومميزات بتخيل. هذا بفوت على الانترنت وبيرسل رسائل صوتيه على الكمبيوتر، وفي العاب وشغله شغله شغله بتاخذ العقل. ودخلك غالي هذا الشباب؟ الك هو الك بحسب لك اياه ب 25,000 معرف خالص ومكفول لسنه، بالسوق عم يبيعوه ب 30. لا لا شو 25,000؟ بدي ارخص من هيك بكثير. بعدين بيني وبينك مرتي ما بتلزمك كل هالمواصفات لايش؟ المهم يكون موبايل ناعم وانيق وكفاها الله. اصبح ليش ما بتاخذ له موديل الضفدعه؟ شو هذا مدير الضفدعة كمان؟ راح ورجيك يا. شوف هذا هيك شكله مطبلج مثل الضفدعة، مخرج نسوان لأنه في ألحان وأغاني كتير، يعني شيلة عمرو دياب، شيلة راغب علامي، شيلة أم كلثوم، شيلة مصطفى قمر، شيلة رفيق إسباعي، يعني تقول ما يطلبه الجمهور. والله يا هشام شايفه معقول كتير وأكيد راح يعجبها. قديش سعره قلت لي؟ بدك شي إكسسوارات معه؟ وشو هالإكسسوارات بقى؟ يعني سماعة إذن، سماعة إذن لاسلكي، كاركيت للسيارة، شاحن للسيارة، بيت جلد للطلعة، بيت جلد للبيت، كتاب تسجيل النغمات، يعني هيك شغلة. ما شاء الله، وكان كل الأد صار في ملحقات للموبايل. وأكتر من هيك، الله وكيلك في ناس عم تدفع حق إكسسوارات للموبايل أكتر من حق الموبايل نفسه. لكان الله يرضى عليك، عطيني بس سماعة للإذن وبيت جلد وما في داعي للشغلات التانية. على عيني. وهي السماعة وهي بيت الجلد. صحيح استاذ رشاد، اذا المدام بدها جهاز ثاني للمسبح ترى عندي. ها ما فهمت عليك، شو يعني جهاز ثاني للمسبح؟ طالع جهاز جديد ضد المي وضد الصدمات، يعني ووتر اند شوك ريزيستنت، واسمه القرش. لا عمي ما حذرت، ما بدي لا قرش ولا مرش، بزياده هيك بقى اعمل لي حسابك الله يرضى عليك وخليني اتيسر. لا لا تغلط استاذ رشاد، هذا شغل ضيان كثير. شوف شوف بعينك. ها شفت؟ ما صار له شيء. لك ليش هيك عملت؟ لك حبيبي شو بدنا نقاتل فيه نحن؟ اعمل لي حسابي وخليني اتهون يستر عرضك. على عيني، تكرم استاذ رشاد. صدقني يا رشاد، مرتك رح تفرح لما تشوف الموبايل، رح تحملك على كفوف الراحات كرمال هالطلب اللي حققت لها اياه. لك ايه سيدي دخيلك، خليني اخلص منها ومنقها. الله وكيلك صرعه راسي صرعه مشان الموبايل، ومثل ما بتعرف النسوان قلبهم حي، يعني متى ما دقوا بشغله بكلبشوا فيها كلبشه وما بيعرفوها لحتى تتحقق. نسوان اضحاك بعبك رشاد، يعني يا محلى مرتك قدام مرتي ندى. مرتي ما قبلت الا بجهازين، واحد عادي والثاني قرش، منشان تاخذوا معه على المسبح. ليش راح يفيدها بالمسبح؟ شو يعني بدها تحكي فيه وهي غاطسه تحت المي؟ انا بعرف، بس ما تفتح تمها وتغرق.
سيدي دعيلهم الله يكبر عالم بيكون أحسن. بس أنا شغلي واحدة ما كنت أفهمها، أنا وياك مهندسين والموبايل عم بيحل لنا 100 مشكلة، يعني بالأسواق وبالمكاتب وبالورشات، بس إنه شو بفيدهم؟ شو بده يفيدهم يعني؟ ما بفيدهم بشي، بس للبروزة والمنفخة. هو الله يعيننا على مصروفه وكل شيء هين، يعني بدك تنتكب نكب بدفع الفواتير، بدك تدفع كل شهر فاتورتين وانت عم تضحك وتلعب. لا حبيبي أنا ما دخلني بفواتير مرتي منوب، هيك شرطها من الأول وقلت لها شوفي الفواتير عليك ها؟ أنا ما دخلني بكفي دفعت 32 ألف ليرة حق الموبايلات. دخلك؟ أنت جربته بالسفر ولا لسه؟ لا والله لسه. هاي سوسان. ألو ألو أيوة سوسان سوسان أعلي صوتك ما عم بسمعي. رشاد روح على هديك الزاوية هنيك الإشارة أحسن. أيوة لحظة هنيك هنيك إيه. لا سوسان سوسان مالي سامعي سوسان الصوت عم يخب. نعم نعم علي صوت علي صوتك شوي ما عم بسمع. الو سوسان سوسان يا سوسان الو عم تسمعيني؟ انا عم بسمع طرطيش حكي عم بسمع طرطيش مو مفهوم شيء. ايه ايه هيك وضح صوت وضح. ايه اشتريت لك الجهاز نوعه ضفدعة منيح الضفدعة مو هيك؟ الضفدعة منيح؟ الله يصلحك يا رشاد الله يصلحك. ما لقيت تجيب لي غير موديل الضفدعة. ليش هو مدير الضفدعة؟ شوفي قديش حلو وناعم وكربوش. لك ما اختلفنا بس يعني صار محروق. كيف يعني محروق؟ يعني نص نسوان البناية حاملين منه. شو هالحكي؟ هلأ نص نسوان البناية حاملين ضفادع؟ اي نعم. ودخلك ان شاء الله ام بدرو حامله ضفدعه كمان؟ اي نعم حتى ام بدرو حامله موبايل الضفدعه. يعني بتقبلها انت؟ بتقبلها انه انا احمل نفس الموديل اللي حاملته ام بدرو؟ ايش هالشرشحه هي؟ شو بيعرفني الموديلات كثيره والله احترته الله حيرني. ليش شو كان بدك موديله انت؟ يعني يا ريتك جبت لي موديل كاظم الساهر عم يقولوا انه في سيديات اغاني. سوسن لا تجننيني مشان الله. هلا انت بدك موبايل ولا مسجله؟ بعدين كمان موديل كاظم الساهر صار محروق. ليش مين حامل منه؟ ثلاث ارباع الموظفين اللي عنا بالمؤسسة وبالورشة حاملين كاظم الساهر. لا انت روحي شوفي العمال شلون حاملينه بين الرمل والبحص والغبرة والعفرة. اوف لهالدرجة بهدل الموديل؟ واكتر بقى اضحكي بعبك انه موديل الضفدعة لساته محافظ على هيبته. يعني صحيح وصل لايدين ام بدرو بس ماشي الحال بضل احسن من غيره. على كل حال حبيبي يسلموا ايديك. خلاص فضلت يسلموا. لا ولو انت بتعرفي قديش بعزك وما بقدر ارفض لك طلب. طبعا حبيبي. ليش كم سوسن عندك انت؟ كلها سوسن وحده يا ستي وزياده. صحيح ام السوس بدك تنتبهي منيح وتديري بالك ها وما تستعملي غير للضروري الضروري. يعني ما في داعي تقضي سيار وقصص على الموبايل. استعمليه بشكل عادي جدا لانه بيني وبينك فواتير الموبايل عم تجي قاتوليه. على عيني. في شي توجيهات تاني؟ لا لا ابدا ولو بس يكون بعلمك هذا مو ضد المي. يعني اوعك تفكري تشكي فيه بالمسبح. لا تشكي. شو لا يا عمرن لحقتي تعطي الرقم؟ لكن شو وزعته على كل رفقاتي. لك تقبل قلبي الرنه ما احلاها. الو اهلين لما. الله يبارك فيك يا رب. هي انت اول وحده بتدشني. لا والله ما جاب لي موديل كاظم الساهر جاب لي موديل الضفدعه. ما ماشي حاله. الو الو لما الو قطع الاتصال. اكيد راحت الاشاره. هاتي لشوف. مكتوب مكان طوارئ. شو يعني؟ يعني لا شبكه. رشاد ما عم بفهم عليك. يعني خارج التغطيه. معقوله؟ معقوله ونص لسه ما شفت شيء. طب شوف انت تليفونك فيه اشاره؟ بس في اشاره ضعيفه ها عم تروح وتجي. جرب دق لي لشوف. هاتوا هاتوا. حبيبي عم يعطي خارج التغطيه. ايش استفدنا من هالشغله لكان؟
نسينا شي عيني؟ لا حبيبي ما نسينا شي. تذكري ها لا تكوني نسيتي تراميس المي والقهوة. خلاص ولا يهمك، معقولة انسى شي يعني؟ ماشي الحال، اتكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نشرب فنجانين قهوة ونرتاح لنا شوي بعدين بنكمل على وادي العيون. ايه مو مشكلة. إذا بتريد صفر لي إياها لو سمحت. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. شو أستاذ؟ فنجانين قهوة وسط لو سمحت. يلا. خليك يا رب، أهلا وسهلا فيك. الو اهلا نزيه، اهلا وسهلا فيك، والله مبسوطين كثير، كنا بنشتهيكم انت وندى. اي والله يعني بدك تقول بدنا شي ساعتين لنوصل. اي اكيد طبعا. لا ولو رح احكي معك بمجرد ما اوصل للاوتيل. نعم على الاغلب فراريج مشويه على الفحم. على قلبك ان شاء الله. اي سيدي في شي جديد بالورشه؟ ايه عظيم كتير. قل له لفؤاد ينزل 5 طن حديد. ايه ما بدنا اكثر بالوقت الحاضر. بس وينك؟ اعمل جهدك انت وندى تلحقنا على الاوتيل. ايه بحجز لكم هلا. على كل حال اعمل جهدك. ايه يعني بنسلم مع بعض. اوكي نزير. مع السلامة حبيبي. مع السلامة. بيسلم عليكي. الله يسلمه. وليش عم تحكيها من برات منافسي؟ يعني ما عاد يقدر نزير يستغنى عنك يومين؟ لك لحقنا بالشغل لهون؟ شو بدي اعمل حبيبتي؟ كمان الزلمة حامل عني كتف بالشغل. بس نحن طالعين لحتى نتسلى، يعني المفروض انك تنسى الشغل شوي، ولا شو رأيك؟ ولا يهمك ولا يهمك. اي والله يسلم وديات، شكرا جزيلا حبيبي. الو اهلين عادل، كيفك؟ لا والله لسه ما وصلت، عم نحكي باستراحة على الطريق. اي شو الاخبار؟ طيب احكي مع نزير وهو بفهمك شو تساوي. لا لا حكي دغري هلا. اي على حالك. اي طبعا. اهلين حبيبي. اهلين. الله معك. مع السلامة. شو ام السوس؟ شو بكي؟ ما بني شي. سلامتك. بس والله أنا مالي عرفانة أنت طالع معي مشوار ولا مع الموبايل. شو قصدك؟ يعني مالك ملاحظ أنك حكيت بالموبايل من أول ما طلعنا لهلأ أكتر ما تحاكيني كل الطريق؟ ما في غير خد رد وهات صد. يا أخي فلو فلو خلصنا منه بقى. حاضر يا ستي، هاي قفلنا الموبايل. وأنت ما بدك تقفلي موبايلك؟ ليش حبيبي؟ ما في داعي، مالك شايفه كيف خرسان فرد خرسة؟ لك يخرب بيته ما رن ولا مرة بضبط لنا مشان لهلا. ها ليكون مشان هيك متضايقة أنت. مالي متضايقة، يلا قوم رشاد خلينا نروح. طيب مثل ما بدك. يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خير رشاد شباب؟ ما بعرف كأني ضيعت الطريق. شو؟ ما بتعرف الطريق؟ بلا بعرفه، بس ماني متذكر إني مرقت من هون قبل هالمرة. شو يعني؟ يعني طلعي هيك، طلعي يمين وشمال، بركي منلاقي شي لافتة منهتدي فيها. ها، هاي لافتة قدام، روح روح لعندها روح. شو هاللافتة هي؟ مو باين منها شي، بعدين مالك شايفها مقلوبة؟ بسيطة أنا بجلسها.
عمى شو ايش هو مكتوبه بالسنسكريتي هي؟ يعني معقوله؟ معقوله الواحد يجي على منطقه سياحه واصطياف وما يلاقي قدامه ولا اشاره ولا علامه مثل العالم والخلق لحتى يعرف الله وين حاطه؟ على ما يبدو كان لازم نجيب معنا بوصله وخريطه لسوريا ومصور للوطن العربي كمان. هلا شو رح تعمل؟ شو بدي اعمل يعني؟ بدنا نمشي على التوكل على بين ما الاقي شي حدا اساله. يا حبيبي عن جد هلا فتنا بالحيط. لا حول ولا قوة إلا بالله على الرحلة. باي انت مكركبة من أولها. هلا لف ورجع وحاجة تزن. أصلا هي آخر مرة بطلع فيها معك لحالي. ليش بقى؟ لك شو ليش؟ لأنه الواحد بيجي على القرنة بيكون حافظها مو بيمشي على عماها. أشو شايفتيني ابن بطوطة قدامك وبعرف الجبال شبر شبر؟ إيه ليش لا؟ مو البركة أنت مهندس. مهندس بالمدينة مو بالجبال والحراج. ساي على سيرة الهندسة، أنت بتعرف مين هندس هاي الطرق بالجبال؟ لا والله ما بعرف مين يعني؟ الحمير. الحمير؟ لك إيه الحمير اللي كانوا يحملوا عليهم الأهالي، هن عملوا الطرق وبعدين إجت البلديات وزفتت. شو قصدك يعني؟ أنا حمار؟ عفوا حبيبي مين جاب سيرتك أنت؟ خلص لا تزعل مالي قاصدتك أنا. عامل لك مالي قاصدتك، خلص دور ورجع خلينا نوصل على البكير بقى. عمل الحالي معقول يكون ما في بالطريق لا لافته ولا ضراب السخن؟ شوفي ليش اختفت السياره؟ شو بيعرفني يمكن فصل فيها شيء. نعم شو يعني فصل فيها شيء؟ لك هلا طولي بالك حاجه تنقي علي الله يخلي لي اياكي مو ناقصني عميان قلب انا. يا ربي شو هالمصيبة؟ يعني ما طفت السيارة غير بالقرنة اللي ما فيها لا أبوه ولا دابوه؟ شو؟ بين معك شي؟ لا ما بين شيء. رشاد لازم نلاقي حل حتى نطلع من هون. وليش هيك خايفه على حالك كتير؟ يعني بأسوأ الاحتمالات منسكر السياره على حالنا ومننام فيها ليفرجها الله. شو تفضلت؟ انا نام بالبريه وبين الجبال. ايه وشو فيها يعني؟ اسمعوا على هالسمعه، انت بتعرف شو ممكن يطلع لنا هون؟ لك هاي المناطق كلياتها وحوش وضباع وقطاعين طرق. وحوش وضباع؟ يا حبيبي رشاد نحن ليش ما نتصل بالموبايل ما حدا يجي انقذنا؟ صحيح شفتيها برافو عليكي، شلون كنا نسيانين الموبايل؟ ما بعرف اصلا الموبايل اخترعوا له هيك زنقات، بهيك زنقه حلال الواحد يستعمل الموبايل. شباب ليش هيك انمقتت وانقلبت ملامحك؟ عم يعطي خارج التغطيه. شو يعني؟ يعني سلامتك نحن هلأ خارج نطاق الشبكة. شو هالحكي هاد؟ مو على أساس وسعوا نطاق التغطية؟ وسعوها
بس يمكن ما وصلوا لهون. طيب خلينا نجرب موبايلي، يعني لعله وعسى. صحيح، انت انفستكوم وانا سيرياتيل، غير شبكة يعني. امسك. نفس الشيء، كمان خرج تغطية. غطاهم وحدة تسهل أمرهم إن شاء الله، لكن المفروض يمدوا الشبكة منيح بعدين يبيعوا موبايلات للناس. والله يبدو إنه ما في أمان. رشاد، أنا خايفة تليل علينا الدنيا نحن هون. يا طولي بالك، من إيش خايفة؟ سوسان، مو طرش غنم يلي هني؟ لكن بلا طرش غنم، بس شو يعني؟ شلون شو يعني؟ يعني على القليل منلاقي شخص نحكي معه. يا حباب، أي يا أخ، هون هون يا أخ. السلام عليكم. وعليكم السلام، الله يعطيك العافية يا أستاذ. شوي أستاذ، أنت التاني لك فكرك عم تسبه. خير خير، شنو السالفة؟ والله يا حبيبي نحن جايين من الشام وضيعنا الطريق وتعطلت فينا السيارة هين، ومالنا عارفانين الله وين حاططنا. ايه ويعني خايفين دنيا تليل علينا. ما يخالف يا النشامة، ما يخالف، والليلت يعني تنزلون وتنامون عندي بالخيمة. الله خليلنا ياك، ما بدنا لا خيمة ولا ميمة، ما بدنا نعزبك يعني، بس إذا الميمة إذا الخيمة قريبة ممكن مرتي ترتاح عن جماعتكم لبين ما أنا روح دور على حدا يساعدني. اي الخيمة قريبة من هين، يعني ورا الجبل، يعني مشي ساعة ساعة ونص على الأقدام. لا يوه، أعوذ بالله، أنا لابسة كعب عالي ما بقدر. هي محلولة محلولة، أني عندي الحل. أسعفنا في دخيلك. اسمع يا أخو، في ضيعة قريبة من هين ورا الجبل فيها زلمة عنده ونش كبير. عظيم كتير، أصبح دخيلك، دلنا على الطريق، خلينا نحن نروح نجيبه. ما تقدرون تروحون، ما تقدرون، الطريق صعب ووعر. لكن شو بدنا نعمل؟ معكم ورقة وقلم؟ ايه، سوسن معك ورقة ولا؟ ايه معي معك. يا هلا يا هلا ورحل يا هلا. هي سموديات. اي اكتب لو سمحت. شو بدي اكتب؟ الى السيد ابو شحرور. اسمه ابو شحرور؟ اي نعم. تحية عربية وبعد. بعد السؤال عن أحوالكم وأحوال الربع والنشامة، إن شاء الله تكونون بخير أنتم والعيال والحلال. الله يرضى عليك، اختصر الرسالة شوي، ما في وقت هلأ للتحيات. أي ما يخالف ما يخالف، اشطب واكتب من أول وجديد. نطلب منكم النجدة والغوث والمدد، نحن في وادي عزرائيل. هلأ نحن في وادي عزرائيل؟ أي نعم، نحن في وادي عزرائيل. وليش سموه وادي عزرائيل؟ كلا أنت شو بدك بهالأسئلة؟ يعني ضروري تقله ويشرح لك مشان نرتعب أكتر. قلتك، شو أكتب كمان خيو؟ كما أننا بحاجة ماسة للمساعدة عبر ونشكم العزيز. التوقيع أبو ذياب وعنزاته. إيه، وشو بدنا نعمل بعدين؟ كيف بدنا نوصلها؟ بالحمام الزاجل؟ هات هات يا قليل الحيلة، هات حمام زاجل هات. دولي يا دولي، تعال تعال يا دولي. اسمع يا دولي، أبيك تروحين عند أبو شحرور بضيعة وادي التين اليابسة وتسلمي هذه الرسالة وتسلمين عليه كثير كثير. ويا ويلك يا سواد ليلك، رحتي هين ولا هين، ترسلخ جلدك على لحمك. ها يلا، فهمتي؟ يلا هلا من كل عقلك بعت الغنمه؟ اي من كله لكان من نصه. يعني هالغنمه دولي رح تعرف توصل الرساله لابو شحرور بالذات؟ اي طبعا، هي تعرف الطريق وموالفه عليه من هي وبطن امها. شو رشاد، هلا معقوله مصيرنا هون يتعلق بالغنمه؟ لك شو طالع بايدنا يعني، الغريق بيتعلق بأشي. روحي يا دولي، روحي، الله يفتح بصيرتك ويهديك على الطريق الصحيح ولا يفركشك بحجر، وتوصلي لعند أبو شحرور بخير وسلامة يا حق.
البارحة والعين عيت تغضي، زاد همومي والبكاء والانوايا يا 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 حيف ابو ممدوح مالك تجضي، دنت رحايلكم وزاد نصيا. وصل الونش سوسن، وصل ابو شحرور. لك شوف 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 شلون دولي مصبع قدام الشوفير. اي والله لك شو هدولي هاي، لك دخيل عينك دخيل عينك شو بتفهمي. السلام عليكم. وعليكم السلام والإكرام. بيضتي وجهي بيضتي وجهي. يا هلا يا هلا أبو شحرور. يا هلا يا هلا يا هلا. الحمد لله خير يا جماعة. شو القصة؟ الله يخليك، سيارتنا تعطلت وبدنا نشحطها بمعيتك لأقرب مكان مأهول. ولا يهمك تكرم عينك، طلعوا على السيارة عمي ورخيلي فراد العيد. ايه على العين. يلا يلا خاطرك. يا هلا يا هلا ابو شحرور، سلم على اهل. سلم. الله يسلمك الله يسلمك. يا هلا صراحة شباب، وما حدا يزعل مني، محاضرة الدكتور كتير كانت ناشفة، يعني كأنه الواحد عم يكسر حجار. لا سيدي، مو المحاضرة اللي كانت ناشفة، الدكتور هو اللي كانت خلقته ناشفة. بلا شو شو بدكم الدكتور يعملكم يعني بالمحاضرة؟ يحكي لكم نكت ويسليكم؟ لك يا أخي ما قلنا هيك، بس يطري الجو شوي. ليش هيك قبضة جد؟ ما بعرف. ولا شو رأيك عاطي؟ شو يا حبيبي؟ الأخ مو معنا بنوب. صباح الخير. معلش شباب، أنا رح أشرح له. تفضل أرسطو زمانك، شرح له. حبيبي عاطف، نحن والشباب كنا عم نتناقش إذا كانت المحاضرة هي اللي ناشفة ولا الدكتور خلقته ناشفة. بقى أنت شو رأيك؟ الكلية كلها على بعضها ناشفة. العمى شو ندمان لأني سجلت هندسة كهرباء. ليش بقى عاطف؟ يا أخي ما عم تنهضل معي يا جماعة، ما عم تنهضل معي بنور. لسه ما صار لك بالقصر إلا من مبار العصر، لساتك سنة أولى وعم تحكي هيك، شو بدك تحكي بعدين؟ مو هيك؟ بقى أحسن شيء الأمور تنحسن من البداية، بقى من أول الطريق ولا من آخره؟ شو قصدك؟ والله يا عماد أنا عم فكر غير الفرع كله. شو هالحكي؟ وعلى شو بدك تغير؟ أنا السنة الماضية سجلت أدب إنجليزي، رديت رجعت عدت البكالوريا وسجلت هندسة كهرباء مثل ما لك شايف، وعم فكر هلأ أني أرجع رد داوم بالأدب الإنجليزي. ها، وطالما بدك ترجع للإنجليزي ليش عدت البكالوريا لك؟ أخي هيك حيواني. هلأ المهم، قررت ولا لسه؟ لا لسه ما قررت، بدي شاور أهلي بالأول. ها، ما رح أخذ تاني مرة قرار لحالي. وليش بالله لما عدت البكالوريا ما شاورت أهلك؟ أخي خليها لله أحسن شيء. روحوا نشرب لنا شي كاسة شاي، رح بيطق حليب من شرفه. شرفوا شرفوا أمشي. صباح الخير ماما. أهلين ماما. صباح الخير. بسلق لك بيت؟ لا يسلم إليك، بكفي. عادي ليش واقفة؟
معليش يا حبيبي مستعجلة شوي. أنا نازل على المكتب، بدكم شيء؟ ما بدك تفطر؟ قلتي باكل لي شيء لقمتين أحسن ما ضل على الريق. على فكرة لا تنتظروني اليوم على الغداء لأني حتأخر. منيح يلي قلت لي. أصبح ماما دبر حالك اليوم على الغداء، أنا كمان يمكن أتأخر. ليش شوفي عندي؟ عاملين أكلة تبولة أنا والشلة. بابا ممكن آخذ من وقتك شوي؟ خير شوفي؟ في موضوع حابب أحكي معك بخصوص الدراسة. معلش بابا معلش، أجل لي يالا بعدين، أنا تأخرت. لحظة شوي، لوين رايح؟ وصلني بطريقك، أنا كمان تأخرت. بدك شي ماما؟ سلام. يلا باي باي. تفضلي. شرفوا شباب، المحاضرة رح تبلش. أنا ما بدي أحضر اليوم، مو جاي على بالي. وأنا كمان يا شباب، مو جاي على بالي أحضر. هلا لا تعملوا لنا مشاكل، يا بنحضر كلنا سوا يا بنفقس كلنا سوا. طيب خلونا بس اليوم نفقس كلنا. إيه خلص، فقسنا، وين بنروح؟ تنزلوا على كلية الآداب؟ إيه والله حلوة، دخيل الآداب أنا أمشي. عيونك. شرفوا. يا عيني يا عيني. حبيبي عاطف، أنا يمكن أتأخر شوي لأني رح أنزل مع طنط وداد على السوق. سخن وكل. سأعود مساءً بسبب انشغالي بالمشروع. تحياتي. لا لسه ما تغديت. هلا بدي اتغدى. ايه صحة وهنا. إذا بدك تعال تغدى معي. ما في حدا عندي بالبيت. ليش وين أهلك؟ بابا بالشغل وماما عندها زيارة. ايه بسيطة. طالعين بعد ساعة مشوار بالسيارة. تطلع معنا؟ أنا سيارة. سيارة بابا. ليش أبوك طالع معنا؟ شبنا عاطف. معقول بابا يطلع معنا مشوار؟ أنا اليوم رح آخذ السيارة لحالي. إيه بس على حد علمي إنك ما بتعرف تسوق. مين قال الحكي؟ أنا بعرف سوق، بس أنا ما معي شهادة وبابا مرض يعني طالع لي. ولكن شلون بدك تسوق السيارة بدون شهادة؟ إيش أول مرة أنا بسوق السيارة بلا شهادة؟ بعدين أنت لا تحكي الهم، أنا بدبر حالي. طيب وشلون بدك تدبر حالك؟ هو علينا. شبنا عاطف، صار لي 3 سنين بسرق مفاتيح السيارة وبسوقها بدون شهادة، ولحد هلا ما في شرطي وقفني. إيه بس على حظي هلا بجوز شي 100 شرطي يوقفك اليوم. هلا قل لي وخلصني وحاجتك لعي، بدك تطلع معنا ولا لا؟ لا بطلع بطلع معكم، اصلا شو بدي اعمل لحالي بالبيت؟ لكن بنمرق لعندك بعد ساعة، يلا سلام. لك يلا خف رجلك، مو سامع الزمور؟ لك فهمت فهمت، ضروري تسرع الحارة بزمورة. لك اطلع هلا ناقصني محاضرات انا. انت عن جد ما معك شهادة ولا عم تمزح يعني؟ ليكو التاني ليكو، لك مع مين جاي هالشاب يا شباب؟ شباب معنا ساعة واحدة بس، وين نروح؟ روح وين ما بدك، المهم يكون مشوار في بلة قلب. طيب انا ما عندي مشكلة، بس يا شباب عن جد ما بدنا مشوار في تلطيش بنات اذا بتريدوا. لا لا عاطف، انت هيك عم تصعب الامور كتير علينا. بسام الله يخليك، نزل لي من السيارة لهذا، هذا واحد مو خرجوا مشاوير. شوف عاطف، اي تعليق تاني اعتبر حالك صرت على الرصيف. يطلع طلع انت قدامك بلا ما تفوتنا بشي رصيف. هلا شباب شو رايكم نروح على ابو رمانه؟ لا لا اخي ابو رمانه لا، حاكم هلا ملطش لنا شي بنت يطلع ابوها شي مسؤول هوني كل المسائل. قلتك مو ناقصنا مشاكل، اصبح رح انزل على الصاع. شو رايك عاطف؟ ما لقيته الا عاطف تستشيره. لك شو فهمه عاطف بالمناطق الحيويه؟ أنا برأيي نطلع على مشروع دمار، هلأ بتكون حاكة هني. وهو كذلك، إلى المشروع أيها الجيل الصاعد. ياهو!
صباح الخير ماما. الفطور محطوط على الطاولة. أنا اضطريت أنزل بكير لأني رايحة مع طانت سلوى على بيروت نشتري شوية تياب. دير بالك على حالك وبس ترجع الأكل بالبراد. سخن وكل. حبيبي عاطف، أنا ما رح أجي على الغداء، تركت لك مصروفك تحت الورقة. خبر عاجل جدا شباب. خير يا طيب. اليوم ما في سيارة. وليش بقى؟ بابا عرف إني كنت سارق السيارة مبارح وعمل لي منفض مرتب. ايه بالساهل، لك حدا بيسرق سيارة أبوه أنت التاني؟ فعلاً إنك إنسان تافه وعديم الشعور بالمسؤولية هالشبهة. قسماً بالله ما أكون محل أبوه، لا أعرف لك رأتك أعرف. الحق مو عليكم، الحق على بسام اللي عملكم بني آدمين وطلعكم بسيارته. يا عيني عليك يا عاطف، شو بتفهم؟ أصلاً أنت أفهم واحد بالشلة كله. المهم هلأ شو بدنا نعمل؟ شلون بدنا نطلع من دون سيارة؟ خلص شو بدكم أنتو، مندبر حالنا. وشلون مندبر حالنا؟ يا لطيف شو بتنق، بس نجتمع بنحكي. وين بتحبوا تجتمعوا؟ اذا بدكم مروا لعندي على البيت ونطلع سوا. وهو كذلك. شايفك اليوم عاطف مو حابب تفوت على المحاضره بنوب، بعدين وين كنت بقى؟ تركتهم جوا بالقاعه، ما لي حابب احضر المحاضره اليوم. ايه بس اليوم عندنا عمل يا حبيبي، واذا ما حضرت بينقصوا لك علامات. يا سيدي وينقصوا؟ شو شايفني كتير مطول بالكليه؟ مالي مطول. صحيح عاطف، شو صار معك؟ حكيت مع اهلك بالموضوع؟ امبارح بابا وماما ما كانوا بالبيت، بركي اليوم ان شاء الله بفاتحهم بالموضوع. يا رب يا رب يوافقوا. شو انا كتير مضايقك بالكليه؟ بدك تخلص مني بسرعه يعني؟ لك لا يا عاطف مو هيك قصدي، بس انت لما بتصير بكليه الاداب بيصير لنا حجه نخفق رايحين جايين لهنيك. ايه والله مزبوط، يعني معقول ما نروح كل يوم نشق على رفيقنا؟ ايه كم عاطف نحن عنا؟ لا سيدي ما حذرته بنوب، لاني بس ارجع على الاداب ما عاد اتعرف عليكم اطلاقا. وليش بقى حبيبي؟ هيك بقى حبيبي، حابب ارجع التفت لدراستي ودوامي وعوض كل شيء ان شاء الله راح علي. الله. واو. انا اضطريت سافر للاردن، راح غيب يومين. تحياتي للجميع. على فكره ما راح انسى لك الهديه. عاطف انا اليوم معزومه مع خالتك ريما على الغدا، الاكل محطوط فوق الفرن، سخن وكل وان شاء الله بالهنا والشفا. مرحبا عاطف. سلامات. جاهز؟ حضر. اهلا. فوتوا فوتوا اشربوا قهوه. لا بدنا نمشي. هلا وقت القهوه انت الثاني، امشي امشي عدلني اياك امشي. يلا شرف. اهلا وسهلا. مع السلامه يا هلا. بدك تطلع بدك تواصل. شو بسام؟ وين السيارة اللي وعدتنا الدبرة نطلع فيها؟ السيارة موجودة. وينها؟ بس انتوا بالأول مستعدين تعملوا مثل ما أنا بقول لكم. ما بدنا نعرف شو بدك تعمل بالاول؟ رح نستعير هاي السيارة. ها ومن مين بنستعيرها؟ من مين يعني؟ من صاحبها. لك فهمنا عليك، بس وينه صاحبها؟ صاحبها مسافر برات البلد. شو قصدك يعني نسرقها؟ ولك هس وطي صوتك. مين قال بدنا نسرقها؟ بنطلع فيها ساعتين زمان وبنرجع بنصفها محلها، يا اما بنصفها بمحل تاني. اي نفس الشيء، يعني هاي اسمها سرقة. هذا ناوي يفضحنا ها؟ لك طول بالك عاطف، خلينا نفهم شو القصة. شباب اطمنوا، أنا دارس الموضوع منيح. هاي السيارة صار لها شهرين ما تحركت من أرضها، فإذا أخذناها ما حدا رح ينتبه. بسام والمفاتيح، يعني شلون بدك تفتحها؟ أنتوا هذا الموضوع اتركوه علي، أنا بتصرف، بس شو رأيكم؟ أنا موافق، بس على شرط. أنت بتفتحها وأنا بسوقها. يا سيدي كل واحد منا بيسوقها نص ساعة. تعا
اتكلنا على الله. يلا. لا يا شباب معلش انا عذروني معلش. شبك عاطف لا تكون جبان. شبنا عاطف اللي بيصير عليك بيصير علينا حبيبي شباب. حبيبي بسام حاج ضيع وقت. يلا تيسر انت نحن رح استناك هنيك. الله يفتح بوشك. يلا. موفق اخي موفق شد همتك. يلا اطلعوا اطلعوا. يلا يلا بسام صف على اليمين صار دوري. صف على اليمين. لحتى ورجيكم شلون بسام بيطلع له معي بسواق. شرف شرف. مالك عاطف؟ ليش كل هالسرعة ولي؟ لحتى ورجيكم انه بسام ما بيطلع له معي بسواق. انتبه يا اخي انتبه. ما شاء الله ما شاء الله عليكم. انتوا الاربعة ما معكم شهادات سواقة وفوق منا سيارة مسروقة؟ عفوا سيدنا نحن ما سرقناها استعرناها عائلة بس. غزولة العم ضربك من وقعها. انت اللي كنت عم تسوق السيارة ما هي؟ نعم سيدي. شو اسمك؟ عاطف رزاق سيدي. شو اسم ابوك وامك؟ عم اقول لك شو اسم ابوك وامك؟ شو طرشت؟ العم على هالقصة. لك شو اسم ابوك وامك؟ احكي. هدول أبي وأمي سيدي. مثل ما عم بقول لك سيدي هدول هن أبي وأمي.